السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي مروة زهرة. ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو مميز للصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية. هنشرح مع بعض النهاردة الدرس الاول، الموضوع الاول بعنوان وطني. الدرس الاول النهاردة هشرحه معاكم بطريقة بسيطة جدا. حوار، دي قصة الاستماع او النص، حوار مع الدكتور مجدي يعقوب. الدرس هشرحه بطريقة ملخصة وبسيطة جدا. في نهاية الفيديو هعمل لكم مفاجأة جميلة هتسعدكم كلكم. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني باللايك للفيديو، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة على الفيديو، وتشتركوا في القناة لو بتسمعوني لأول مرة، وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها إن شاء الله. أول حاجة إن شاء الله عندكم التعريف للضيف. النص اسمه نص استماع حوار مع الدكتور مجدي يعقوب. التعريف بالضيف ده أول حاجة. طبيب مصري عالمي عاد من الخارج إلى مصر لينشئ في أسوان أشهر مركز لجراحات القلب بالشرق الأوسط وإفريقيا بمستشفى أسوان التعليم الحكومي. عندي أول سؤال بيقول من ضيف البرنامج؟ من ضيف البرنامج ده؟ طبعا احنا عارفين ان ضيف البرنامج اسمه الدكتور مجدي يعقوب. السؤال الثاني بيقول لماذا عاد إلى مصر؟ أنا ممكن أقولها بقى بطريقة بسيطة جدا، هقول لينشأ أو ليقيم أو ليبني. عندي ثلاث أفعال هم سهلين، اختار الفعل السهل عليك وابدأ قوله. لينشأ أنا هقول مثلا ليبني أكبر مستشفى لجراحات القلب بالشرق الأوسط وإفريقيا. هقول السؤال تاني، لماذا عاد إلى أسوان ليبني أكبر مستشفى، لماذا عاد إلى مصر عفوا ليبني أكبر مستشفى لجراحات القلب بالشرق الأوسط وإفريقيا. السؤال بسيط جدا عندها. والسؤال التاني اللي بيقول انا ممكن اقوله برضو على الفقرة دي، ماذا تعرف عن دكتور مجدي يعقوب؟ انا عرضها معاكم بطريقة سهلة. اول حاجة هقول طبيب مصري عالمي، رقم اتنين هقول عاد من الخارج الى مصر لينشأ في اسوان اشهر مركز لجراحات القلب بالشرق الاوسط وافريقيا. يبقى المركز اللي انشأه اسمه مركز ايه حبيبي؟ مركز لجراحات القلب بالشرق الاوسط وافريقيا. بعد كده عندي الفقرة التانية، بس قبل ما اقول الفقرة التانية عندي في الفقرة الأولى ديت شوية حاجات كده عايزاكم تكونوا عارفينها. إيه الحاجات دي؟ أول حاجة عندي علامات الترقيم. ظهر عندي ثلاث حاجات لعلامات الترقيم ده. ظهر عندي حاجة اسمها الفصلة المنقوطة، وظهر عندي النقطة، وظهر عندي الفصلة. أنا أهم حاجة عندي اسمها الفصلة المنقوطة دي، لازم تاخدوا بالكم. الفصلة المنقوطة دي بتيجي لما بيجي عندي جملة وبيجي بعد الجملة ديت سبب بيبين حدوث الجملة الأولانية. يعني بيقول طبيب مصري عالمي عاد من الخارج إلى مصر. طب عايزين نعرف ليه عمل الحاجات دي، إيه اللي رجعه من الخارج لمصر؟ السبب عندي أهو. فجاي دايما الفصلة المنقوطة دي بتيجي بين جملتين، الجملة التانية بتبين سبب حدوث الجملة الأولانية. أهو لينشئ في أسوان أشهر مركزا لجراحات القلب بالشرق الأوسط، أدي السبب. وكمان عندي لينشئ، دي اللام دي لام تعليل، وده جاية لام التعليل لازم ناخد بالنا منها، خدناها في سنة تالتة ونفتكرها عشان لما يجي يقول لي استخرج من الفقرة التي أمامك كلمة بها لام تعليل. لام التعليل بتبقى عبارة عن لام ماسكة كده في الفعل المضارع على طول، لينشأ في أسوان مركزا لجراحات القلب بالشرق الأوسط. أدي أول فقرة عندنا، فقرة بسيطة وسهلة ومفيش فيها أي صعوبة. هنتنقل على الفقرة التانية بعنوان الانتماء وحب الوطن. بيقول ايه بقى؟ الضيف هو اللي بيسأل الدكتور مجدي يعقوب دلوقتي. بيقول في نهاية، المذيع هو اللي بيسأل الدكتور مجدي يعقوب، في نهاية عام 2009 قررت العودة إلى مصر وإنشاء مركزا لجراحات القلب بأسوان بمستشفى أسوان، ما دوافعك؟ ما دوافعك؟ ده أسلوب استفهام. بيقول هنا السؤال ليه، ايه الدافع اللي خلاك ترجع لمصر وتنشئ مركز جراحات القلب بأسوان؟ هنشوف هيجاوب ويقول ايه. احساسي بانني مدين لبلادي وما وصلت اليه من مكانة في عالم جراحات القلب كان اهم دافع لي للعودة لخدمة الناس، واخترت أسوان للمشروع لانني اعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز، فهي مركز الهامي. شايفين
الكلام البسيط بقى، بيقول علشان انا عندي احساس ان انا مدين لبلادي، دي اول حاجه. رقم اتنين، ما توصلت اليه من مكانه في جراحات القلب، ده كان الدافع ان انا يخليني ارجع عشان اخدم الناس. رقم تلاته، بيقول اخترت مدينه اسوان بالذات علشان بعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز. كلام بسيط خالص اهو. بيقول عندي السؤال هنا، بيقول لماذا أنشأ مجدي يعقوب مركز لجراحات القلب؟ ليه أنشأ المركز دي ليه؟ أقول الإجابة هو في نقط زي ما أنا عاملاها معاكم كده، لإحساسه بأنه مدين لبلاده وما وصل إليه من مكانة في مجال جراحات القلب. الحاجة التانية لرغبته في خدمة الناس. ده إجابة بسيطة جدا. بعد كده هدور معاكم بقى على معاني الكلمات المهمة اللي ممكن نقولها في القطع دي. عندي مثلا كلمة زي كلمة مدين، معناها معترف بالفضل. بعد كده عندي كمان، خلي بالكم عندنا هنا أسلوب استفهام، ما دوافعك لذلك، ده أسلوب استفهام. عند الفصلة المنقوطة خلي بالكم عندي كمان اللي لام التعليل، لأنني جاب أهو بقول عادة كان أهم دافع لي للعودة لخدمة الناس واخترت أسوان للمشروع. هيعلل بقى أهو ليه جاب الفصلة المنقوطة، وهيقول السبب لأنني أعشق هدوءها. وعندي السؤال هو في الفقرة الثانية، لماذا اختار أسوان مكانا لمشروعه؟ اشمعنى أسوان؟ لأنه يعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز، وهي مركز إلهامه. ومعنى كلمة مركز إلهامه معناها مركز إبداعه، يعني المكان اللي بيلاقي نفسه فيه وبيقدر يبدع ويخرج كل اللي عنده فيه. بعد كده الفقرة الثالثة، واجبي تجاه الوطن. واحد المذيع طبعا بيسأله السؤال الثالث، بيقوله ألم تخشى من محاربة بعضهم لك وتعطيل مشروعك؟ ما خفتش ان الناس بتحاربك وتعطل المشروع بتاعك ده؟ نشوف رد الدكتور مجدي يعقوب قال له ايه. قال سنجد في كل مكان بالعالم صعوبات كثيرة في العمل يواجهها كل البشر. قال له في كل مكان في العالم موجود صعوبات في العمل، وكل الناس لازم تواجه الصعوبات دي وما نقدرش نقف قدامها. وبيكمل كلامه بيقول لكنني شعرت بانه من حق وطني علي وواجبي أن أعود لأفيد أهل مصر بما تعلمته ومارسته بالخارج، ومنذ عودتي مد الجميع لي يد العون، معنى العون معناها المساعدة، لإنجاح المشروع. الدولة كلها وقفت بجانبي ودعمتني ووثقت بما جئت من أجله. شايفين بقى الكلام؟ كلام بسيط خالص. بيقول إيه؟ بيقول ان انا كان كل الناس لازم بتواجه قدامها صعوبات كثيره في مجال العمل، بس انا كان واجب عليا وحق الوطن ان انا اعود عشان افيد الناس بكل اللي اتعلمته بالخارج. وكمان قال ان الدوله كلها بقى. عندي السؤال هو بيقول ماذا تقول لمن يخاف الفشل؟ ده سؤال مهم. هنقول ايه؟ ستجد في كل ده الكلام اللي هو قاله الدكتور مجدي يعقوب، ستجد في كل مكان بالعالم صعوبات كثيره في العمل يواجهها كل البشر. دي إجابة السؤال. السؤال الثاني اللي الكتاب ذكره بيقول ما العوامل التي أدت إلى نجاح مشروع الدكتور مجدي يعقوب؟ العوامل ممكن أقول كذا عامل. أول حاجة منها عامل التعاون، لما قال إيه؟ الدولة مدت الجميع دعمني، أول حاجة الدعم. رقم اتنين التعاون. رقم تلاتة الثقة به، إن هم وثقوا به علشان خاطر مدوا له يد العون وكانوا متأكدين من نجاح المشروع بتاعه. رقم أربعة الإصرار، وهقولها تاني بطريقة سهلة كمان أهو. العوامل التي أدت إلى نجاح مشروع دكتور مجدي يعقوب التعاون. رقم اتنين مد الجميع له يد العون لإنجاح المشروع. رقم تلاتة الدولة كلها وقفت بجانبه ودعمته ووثقت بما جاء من أجله. بعد كده بقى الفقرة رقم أربعة، فقرة بسيطة سهلة برضو. عمدي بيقول إيه؟ صفات الجراح الجيد. عايزين نشوف بقى صفات الجراح الجيد. يتميز الهدوء الشديد حديثك وسلوكياتك، فهل يعود السبب في ذلك لطبيعتك الخاصة أم لطبيعة مهنتك كجراح؟ المذيع بيسأله السؤال ده، بيقول له على طول أنت هادي، هل ده في السلوك في حديثك؟ هل ده طبيعة خاصة بيك أم المهنة بتاعت الجراح هي اللي علمتك الهدوء ده؟ نشوف هو رد قال إيه. قال أنا هادئ بطبيعتي منذ طفولتي، كما فرضت علي
علي مهنتي، معنى فرضت معناها أوجبت أو ألزمت، فرضت علي مهنتي الصمت بل حببته إلى نفسي، هو حب الصمت ده. ففي عالم الطب وبخاصة الجراحة يكون للجراح الهادئ القدرة على تحقيق النجاح في العمليات التي يجريها. بعد كده بيقول إن الصمت ده هو بيكون من أهم نجاح الجراح علشان يقدر يحقق النجاح في العمليات اللي بيجريها. عندي السؤال اللي مذكور في الكتاب بيقول كيف كان لصفات دكتور مجدي يعقوب دور إيجابي في عمله؟ هنقول أول حاجة إن كان الهدوء الشديد هو ما يميز دكتور مجدي يعقوب منذ طفولته، دي أول حاجة. رقم 2 كما فرضت عليه مهنته الصمت، يبقى أهم صفتين كانوا عنده الهدوء والصمت. بعد كده لماذا يعد الهدوء من الصفات المهمة للجراح؟ اشمعنى الهدوء؟ لأن الجراح الهادئ يكون له القدرة على تحقيق النجاح في العمليات التي يجريها. عشان يقدر يكون ناجح في العمليات اللي بيجريها لازم يكون بيتميز بصفة الهدوء. بعد كده هيقدم الدكتور مجدي يعقوب نصائح للأطباء المصريين ازاي يتعاملوا مع المرضى وازاي تكون طبيب ناجح بطريقة بسيطة جدا. شوفوا بقى واسمعوا الكلام. ما أهم ما تنصح به الطبيب؟ المذيع بيسأله بيقول له ايه أهم اللي انت بتنصح به الطبيب؟ بيقول أول حاجة كلام بسيط جدا، أن يتعلم بطريقة مختلفة، يعني كل واحد يكون ليه طريقته في التعليم. رقم 2 لا يعتمد على الكتاب والمذكرات المختصرة. رقم 3 عشان تنجح ما تعتمدش على الكتاب بس والمذكرات المختصرة، يعني عندك كتاب زي درس زي اللي احنا بناخده ده دكتور مجدي يعقوب، تبدأ بقى تفتح مصادر النت، تفتح منتدى تقرأ معلومات عن مجدي يعقوب، تجيب مثلا بقى جنسيته مهنته، تعرف كل لقبه، تعرف كل حاجة بقى عنه، وتبدأ تزود نفسك بالمعلومات دي. وأن يتدرب ويسعى جاهدا بقدر ما يستطاع، نقول دي 3، حتى يلم بكل جديد. فأهم شيء في العلم بوجه عام والطب بصفة خاصة هو الاعتماد على الذات، هنقول دي رقم 4. في البحث العلمي الضمير الحي رقم 5، لأن الطب مهنة تتعامل مع آلام الناس وأوجاعهم. شايفين الكلام بسيط ازاي؟ بقول لك لأن لازم يكون الطبيب متحلي بصفات كويسة لأن بيتعامل مع آلام الناس وأوجاعهم، فلازم يقدر يكون عنده القدرة ان هو يشبع عندهم الجزء ده بالذات. السؤال اللي عندي اهو، لماذا بما نصح الدكتور مجدي يعقوب اطباء مصر، شايفينها كبها لكم بطريقة سهلة جدا، اول حاجة يتعلموا بطريقة مختلفة، عدم الاعتماد على الكتاب والمذكرات المختصرة، التدريب والسعي جاهدا بقدر ما تستطاع، الاعتماد على الذات في البحث العلمي، الضمير الحي لان الطب مهنة تتعامل مع الام الناس واوجاعهم. ده السؤال. بعد كده عندي بقى اخر فقره بيقول ارشادات لاصحاب مهنه الطب، بيقدم ارشادات بقى بيقول لذا على كل طبيب ان يدرك ان مهنته هي تخفيف الالام وحسن التعامل مع المرضى، ليس فقط بالعلاج او الجراحه ولكن بتقديم يد العون في اي شيء يطلبونه. شايفين الكلام بقى سهل ازاي؟ بيقول لماذا يجب على الطبيب تقديم يد العون للمرضى؟ لان الطب مهنه تتعامل مع الام الناس واوجاعهم، لذا على الطبيب أن يدرك أن مهنته هي تخفيف آلام الناس وحسن التعامل معهم. آخر حاجة بيقول شارك بنصيحة أعجبتك من نصائح الدكتور مجدي يعقوب. إيه النصيحة اللي أعجبتك؟ أنا هقول بقى من رأيي، هقول مثلا أن يتعلم كل طبيب بطريقته المختلفة. رقم 2 ألا يعتمد على الكتاب والمذكرات المختصرة. رقم 3 التدريب والسعي جاهدا بقدر ما يستطاع. الضمير الحي لأن الطب مهنة التعامل مع آلام الناس وأوجاعهم. وفي سؤال كمان بيقول ماذا يحدث إذا اعتمدت في تعليمك على الكتاب فقط؟ إيه اللي هيحصل لو أنت اعتمدت في تعليمك على الكتاب بس؟ إيه اللي هيحصل؟ الإجابة عندك هوت، بيصبح تحصيلك محدود ولا تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة، هيبقى التحصيل بتاعك محدود وما تقدرش تستفيد الاستفادة الكاملة. أنا قلت لكم بقى عملنا لكم فجأة بسيطة كده في نهاية الفيديو، أنا مقدمة لكم الدرس بقى بطريقة سهلة جدا 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 في شكل أفكار كده زي ما أنا قلت لكم. شايفين عملته في شكل شبكة مفردات تقدروا بقى تذاكروه كده بطريقة سهلة. أول حاجة بتكلم عن مجدي يعقوب، بقول اللقب بتاعه جراح القلوب. رقم 2 بقول إن هو عاد إلى مصر لرغبته في خدمة الوطن. رقم 3 بقى ذكرت صفاته الهدوء والصمت. رقم 4 قلت المدينة المحببة له أسوان لأنه يعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز. رقم 5 قلت المشروع بتاعه اسمه مركز جراحات القلب. رقم 6
قلت اهم صفات الجراح الجيد اللي ذكرها الدكتور مجدي يعقوب للمذيع، قلت الهدوء عشان يكون له القدرة على تحقيق النجاح في العمليات التي يجريها. رقم 7 بقى وذكرتها معاكم، صفات او نصائح الدكتور مجدي يعقوب لاطباء مصر، نشوف قال ايه وذكرتهم بطريقة سهلة. هل يمس احفظ كل الكلام ده؟ الكلام ده صعب عليا. ممكن تحفظ الحاجات البسيطة جدا يا حبيبي زي التدريب المستمر، ده كلام سهل. الاصرار، العزيمة، كمان الثقة بالنفس، يتعلم كل طبيب بطريقته المختلفة، الضمير الحي، حسن التعامل مع المرضى لأنها مهنة، لأنها مهنة تفيد التعامل مع آلام الناس وأوجاعهم، كمان تقديم يد العون في أي شيء يطلبونه. ده أهم الصفات، ده اختصار الدرس كله بطريقة سهلة وبسيطة. الدرس سهل جدا، يا رب اكون قدمت لكم معلومه مفيده. بتمنى دعمكم ليا ان انتم تشتركوا في القناه وكمان تسيبوا لي تعليقات جميله لو الشرح اللي انا قدمته لحضراتكم كان شرح بسيط وعجبكم، وانتظروني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ودعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق. تحياتي لكم مروه زهره.